اوكي، السلام عليكم، شلون اخباركم؟ فيديو اليوم راح نبدا في فقره جديده، واللي هي راح اسويها على قولتهم بالغناء، واللي هي عباره عن كتاب وكتب، واللي هي تكون ان اخذ كاتب سواء اجنبي او عربي او اي كان، واقرا كتبه وبعدين اعطيكم تعليماتي حقهم، بس ان كلهم راح يكونوا مجمعين في فيديو واحد، يعني بدل لا يكونون منفصلين. حتى هذا كتاب انا قريته مثلا وما عجباني راح اقول لكم عنه طبعا، بس ان اهم شيء نقطه اني ما راح اجبر نفسي اقرا مثلا اذا كان مثلا ما شاء الله في كتاب يكون عندهم اوكي وايد كتب، فصدقوني ما راح اقراهم كلهم. اوكي، الفقره هذه اساسا الفكره موجوده عندي اياها من زمان، بس اني اجلتها وايد لان ما لقيت عندي كاتب اتحكى عنهم، يعني ما راح اطلع مني وبروح اتكلم عن كتاب واحد، سو خذ الموضوع مني شويه، لان حرفيا من نص السنه انا كانت عندي اياها الفكره، بس الحين finally I can do it. إن شاء الله راح نبدأ اليوم مع كاتب المفضل سعود السنوسي، وراح نشوف على قولتهم كل كتبه، لأن حرفيا أنا قريت كل الإصدارات اللي هو طلعها، وراح ناخذ واحد واحد، راح نبدأ بالترتيب، هو سنة الإصدار أول واحد شنو كان وآخر شيء، لأن أنا ما قريتهم بالترتيب. سعود في حق إصداراته هو عنده 5 إصدارات وكلهم عبارة عن روايات، وكلهم تحت نفس المكتبة اللي هي الدار العربية لعلوم الناشرون. أول إصدار له كان هو سجين المرايا، واللي أول واحد راح يبدأ فيه وبعدين نكمل الباقي. أوكي، سو نين لما بنتكلم عن رواية سجين المرايا، هي تعتبر أول إصدار له، واللي كانت تتوقع 2011. يمكن هي من الروايات اللي وايد ما أحسها معقدة، وإنه لدرجة إنه وايد ناس من كثر ما إنها معقد مو معقدة وإنه ما فيها أشياء تصير فيها، ناس وايد قال عنها مملة، بس إنه to be honest with you I don't find it like إنها هي مملة بالعكس. ببساطة عندنا شخصيتنا الرئيسية اللي هو اسمه عبد العزيز، واللي هو عايش حياته شيء كإنسان طبيعي، يعني مثلا ما عنده أشياء على قولتهم واو قاعد تصير بحياته وكذي، هو نوعا ما منعزل عن الناس وشي، يعني مو وايد اجتماعي. يوم من الأيام يشوف واحدة اسمها مريم، لأن مريم من النوع من الناس اللي ما شاء الله يعني فلوينت بالإنجليزي وكذي، هو لا يعني مو وايد زين بالإنجليزي وكذي، أنا أبي أروح أتعلم إنجليزي، فقرر يروح يدرس برا أو إنه ياخذ لغة يعني بس برا، يعني 6 أشهر. فتعرفون الفترة هذه يعني أكيد أشياء وايد راح تصير، أنتوا راح تشوفون يعني شنو الأشياء اللي راح تصير معاه. شوفوا لو حطينا أماكن راح تشوفون إنه راح تصير فيها وايد أحداث، وإنه أوه راح يتعرف على ناس وما شنو، لا الرواية وايد تي طاخة، يعني ما فيها تعرفون اللي أحداث اللي خليكم تقلبون الصفحة كذي، تصنيفها دراما اجتماعية نفسية يعني، بس إنه هي نوعا ما يعني عاد تمشي على مستوى هادي، يعني مو اللي شي أشياء تقلبات تصير، فعشان كذي أحس إنه لما تقرونها تحسون إنها رواية هادية. بس أنا أحبها عشان اللغة، لغة الكتاب يعني على قولتهم اسلوبه كان وايد حلو. بقول لكم كم اقتباس، الاقتباسات اني انا وايد احبهم. اول واحد بصفحة 26 واللي هو يقول: كنت وحيدا احب ولكن لست ادري من، ولهذا اصبحت املك قلبا لا يعرف الخوف له طريق، فالخوف والحب يسيران في طريق واحد، من احب احبه الخوف، يتملكه الرعب لمجرد التفكير بفقدان من يحب، والناس يخافون على انفسهم لانهم يحبونها، هكذا علمتني الايام. وحس لايك اوكي روح حق الثاني، والله بس واحد ثاني يعني راح تشوفون انه في وايد اشياء اساسا انا احبها بالروايه. انا بقول لكم عن اشياء شويه يعني عشان تستمتعون وتقرونها وما احرق عليكم شيء. الاقتباس الثاني عندنا صفحه 95 اللي هو يقول: كنت وحيدا كما انا الان، مهما غمرتني السعاده يبقى هنالك شيء في داخلني يجعلني احن للوحده والحزن في عالمي الصغير. عشان اخليكم يعني على قولتهم تشي تعرفون اكثر عن الرواية نفسها اذا ما تقدرون تقرونها ولا لا، فراح احط لكم الديسكربشن، ويمكن بعض الاشياء اللي انا راح اقولها خليتها من مقابلة نفسي، يعني اشياء هو بنفسه قالها يعني. فعندنا اول رواية هي سجين المرايا، عندنا برنامج اسمه بيت القصيد اللي هو كان 2014، هذيك المقابلة اتكلم اكثر عن. الحين نيجي حق الرواية الثانية واللي هي اتوقع انه the most like well known like رواية حقه، اللي هي صقل بامبون، اللي نشرها عام 2013، اللي هي اساسا اول رواية انا قريت لها. كانت واو بوي، كانت وايد كبيرة وشي من كثر ما اني كنت ابيها حرفيا، يعني من اول ما صدرت ما لقيتها مثلا بالمكتبات او شيء كذي، يعني انه ما حصلت لي فرصة اني اشتريها على طول. فاذكر كنت رايحة مركز سلطان وشي تعرفون انا اشتري اغراض جمعية وما شنو، ففجأة لقيتها ان عندهم، يعني حتى نشوف التاج للحين موجود، وما من كثر ما انه هو من زمان رايح، بس انه خليته عشان شي. فاذكر ان انا قريت الرواية بداية كنت بالثانوي، على كثر ما ان هذه الرواية يعني مو اكثر على قولتهم كتاب احبه له،
الا ان عقلتهم لا كانوا وايد شيء كبيره بقلبي، لان تعرفون لما تبدون بشيء وشي بيظل معاكم. I still have this feeling حق الروايه، معناه ان احس اني قريتها مره واحده and it need to be read like more than once. اتوقع حتى لو اني قريتها مره ثانيه الحين، يعني مثلا نقول بعد كم سنين، احس I will get the same feeling من اول مره قريتها. سو عشان ما اطول، خلينا نقول لكم الروايه عشان نتكلم عنها. تتكلم عن شخصيتنا الرئيسيه اللي هو اسمه عيسى، وابوه كويتي وتكون امه فلبينيه. اوكي، واصلا عايش نص اكثر من حياته بالفلبين، لان نوعا ما يعني اهل ابوه يعني ما قبلوا يعني انه يعيش معاهم وكذي. فتلقون عيسى يكون ضايق، تشي تعرفون اللي بين الثقافه والدين والهويه، تشي اللي شخص ما يدري انه انتمائه او انه هو يكون وين. هل انه مثلا يروح الفلبين مع اهله مع ثقافتهم مع عاداتهم وتقاليدهم، ولا مثلا يجي عند الكويت وشي. يعني حسيت اكثر كلمه يمكن توصف ان عيسى شلون هو وين ينتمي، يعني هو ما عنده the sense of ان الانتماء، يعني هل راح يكون مني ولا مني. فتشوفون الكتاب هذا كنا مذكرات انه حق عيسى، لانه هو الشيء كله مكتوب من وجهه نظره. فان فاكت ان مسعود سعود لما سوى الكتاب حط بالصفحه الاولى النتشري انه كتب نساق البامبو، ان هذا مكتوب من قبل انه هو زي مندوزا واللي هو اسم عيسى، وكنا ان الكتاب مترجم. بس هو اكشلي يعني كتاب سعود سنوسي كاتبه، مو عيسى. يعني ما اتوقع ان شخصيه موجوده بالصج. بلس اوسو ذا فاكت ذات ان في واحده من المقابلات اللي شفتهم ان سعود قال انه هو اساسا راح الفلبين عشان يعرف اكثر عن علاقاتهم، الجو مالهم يعني بشكل عام، الانفايرمنت يعني كدوله هم او ان كشعب شلون كانوا يعيشون. which actually like add a good thing about this، لان بالبدايه الكتاب راح تشوفون ان حياته بالفلبين وكذي، فالوصف كان يعني تعرفون انه صج، يعني تحسون ان الشخص يعني صج انه هو عيسى قاعد يتكلم عن ديرته. يعني لا تاخذ عقوبتها، يعني نقول السنه راح تكون الثمانينات وبين الكويت والفلبين، عرفتوا؟ ما اقدر اقول لكم عنها اكثر، هذا ببساطه شيء بشكل عام. فتصنيفه راح يكون دراما اجتماعي كذي، بس في وايد اشياء تصير. جيت بختار لكم اقتباس، بعدين تذكرت ان انا هذيك الفتره ما كنت احط خط اسوي ولا شيء داخل كتابة، داخله كله حيل نظيف، which actually هذا الشيء يزعل. هي معلومة ما راح تفيدكم بشيء، بس ما انا كنت حابه الرواية حيل. actually noticed that انهم اصلا ترجموها بالانجليزي. actually don't usually do، لان قليل حرفيا كتب عربية تترجم انجليزي، بس هذه I didn't hesitate ان اشتريها. I'm excited to read this النسخة الانجليزية والعربية مرة ثانية، لان ما ادري شلون راح تكون تجربتي معاه. عادة مثلا انا اقرا كتب عربية مترجمة من انجليزي او اي لغة ثانية، العكس ما صارت. I know this is actually will change اللغة، لان اللغة العربية وايد وايد احلى، راح تشوفون اللغة الاصلية يعني الكاتب هو شنو كتب، فمني راح تكون من المترجم نفسه، فيمكن في اشياء راح تتغير. حق رواية ساق البامبو عندنا مقابلة اللي هي كانت مع تركي الدخيل برنامج اضاءات في 2013، وبنا نتكلم اكثر عن روايه ساق البامبو. قابلك كل كانت شيء وايد حلو، شلون انه كان قاعد يتكلمون عن اشياء اكثر عن الروايه، يعني مو اللهم انه بس شنو اهدافه وشي، لا في اشياء اكثر. فاذا حسيت مهتمين ابي لطفونا تشوفوها. الحين حق ثالث روايه اللي كانت نزلت 2015 واللي هي اكشلي ون اوف ماي فيفرت ليك والابد احبها، اللي هي فرغان المحصة. شي احسب لي فيديو كامل بس عشان اتكلم عن هذه الرواية، لان تعرفون اللي oh my god I cannot get enough from this رواية، وحرفيا ما اقدر اسكت عنها. يعني اذكر لما كنت بداية الجامعة جيت اقراها، اذكر لما كنت بالبركة اقراها، يعني ما بقول شي وايد صمام، بس كانت حرفيا الشعور كان وايد حلو. I wouldn't like forget this. بس اذا بنيت نتكلم عن اهداف الرواية، بس ما نبدي لان احس في وايد اشياء. شي الرواية نفسها تنقسم حق اربع فيران، سو كل فار او انه نقول فصول هو اللي مسميهم على اسامي فيران. اوكي، بعدين راح يصير عندنا كل فصل داخله مسارين. عندنا المسار اللي هو يحدث الان اللي هو 2020، انا اشوف الرواية كانت مكتوبة 2015 بس انا الحين قاعد اتكلم عن 2020، وش اكشلي شيء وايد يخوف. بس اوكي، عندنا المسار الثاني اللي تكلم الكويت بفترة الثمانينات، الفصل اللي يكون يكتب عليه يحدث الان كذي راح يكون 2020، الثاني راح يكون اللي هو يكون كذي غير. كل فوق مكتوب شي رواية إرث النار، عندنا الفصل الثاني لظي، الفصل الثالث تي. فما راح تحسون انكم راح تضيعون بالاحداث. الاحداث شنو هي؟ قلنا احنا في مسارين، ما شنو راح تشوفون عندنا شخصيتنا الرئيسية اللي هي ما نعرف اسمه مع هيز فريند، وعندنا صادق كمان يعني من العراق، وعندنا فهد اللي هو الصوب الثاني، ما اذكر بالضبط وين اماكن بيوتهم، بس انهم كانوا اتوقع جيران. اوكي، فعندنا فهد اللي هو اساسا من الكويت. فراح تشوفون يعني حرفيا راح تشوفون الروايه تبدا يقول من الثمانينات، راح تشوفونها لما تمشي لي اخر شيء توصل حق اللي يحدث الان اللي هو 2020. الكتاب هذا يعني ان سعود سنوسي يركز اكثر على ثقافه الكويت، مو بس من ناحيه ان نقول الاحداث، هم من ناحيه اللغه. راح تشوفون شخصياتنا الرئيسيه وايد يتكلمون على قولتهم باللهجه الكويتيه،
which I actually didn't find this difficult, بس إن في وايد ناس مثلاً مو متعودين أو ما يعرفون اللهجة الكويتية يمكن راح يواجهون صعوبة. أنا عادة أنا ما أحب الكتب اللي تكون اللهجة الكويتية، يعني أحب لما تكون العربية. Like in this رواية ما أحس إنها خربت، حسيت إنها موجودة لسبب ما، يعني موجودة مثلاً لأن الشخصيات عندنا قاعد يتكلمون شيء، يعني تحسون إنه أخي ربي أحس من كثر ما أن الرواية كذي ما تفكر فيه إني سفرني. think this رواية واقعية وتأثرون وايد بالأحداث، لأن ما أدري كأنا جينا ما مريت على كل الأحداث اللي صارت مثلاً نقول من الثمانينات اللي كذي، هي نوعا ما يعني مثلاً سمعت عن أشياء مثلاً نقول من أحد عارفه، تحسون إن شوية مرتبط، يعني ارتباط أكثر يعني. عشان كذي أنا وايد أحب الرواية، رواية وايد تركز على أشياء مثلاً طائفية. لما ما أنسى بالضبط كتبت شنو الأشياء اللي راح تمر يعني بالأحداث التدريجية التاريخية، راح تمر على حرب العراق وإيران، بعدين الغزو، الأعداد نفسها أثرت على الشخصيات نفسها وعلاقتهم مع بعض، يعني كل الأشياء صارت إن تركت على قولتهم أثر وايد كبير على النفس الناس وعلاقتهم مع بعض وشون يشوفون الأشياء. بس ما قلت لكم بعد إن الرواية فيها وايد راح تشوفون من الثقافة الكويتية، مثلاً راح تشوفون إن مسلسل على الدنيا السلام وهو أساساً مسلسل كويتي أنا وايد أحبه، وراح تشوفون مثلاً مني شلون الشخصيات يتكلمون عنهم. في شخصيات بالرواية كنت نفسي قاعد عنهم مقابلة، بس شوفوا أنا ما راح أقول لكم أول شيء هالشخصيات إن كان يرمز لها، يعني إن مثلاً أقول لكم يعني شخصية موجودة ترمز حق شيء بالواقع، عرفتوا؟ ما راح تفهمونها إلا يمكن بما تقرونها. أحس رواية ورانا محصلة يمكن أكثر رواية لقيت لها مقابلات، إذا أنتوا قارين الرواية وتبوا تعرفون أشياء أكثر عنها فأنصحكم أنكم تشوفوا مقابلات. شيء ثاني ما تروحون عنه، أنتوا ورانا محصلة ترجمة حق الإنجليزي which I actually planning to read it أو like buy it، لأن إحنا ما عندي إياها، لقيتها بالكويت بس لقيت إنها موجودة بأمازون، حرفيا مشتاقة إني أقراها. بعد ان انا حرفيا اريد قريت العربي، بس like we are supporting our favorite author، لان حيل why not. الرواية الرابعة عندنا اللي هي حمام الدار حجية ابن ازرق، هي اصدرت 2017. شوفوا الرواية هذه حرفيا من اول ما نزلت انا شريتها انا قريتها شي، بس ان تعرفون لما قريتها لما خلصت تعرفون اللي الحين على الصف الاخير سكرتها صار فيني اوكي برد الحين اقدر اقراها عشان اعرف انا شنو صار، ان مو لانني انا ما فهمت او ان هي شيء معقده ما ادري شلون بالضبط، بس انا كتبت كلام بالضبط عن شنو هي الروايه عشان ما ابي اقول لكم شيء غلط. خلينا نقول ببساطة تتكلم عن عندنا شخصيتنا الرئيسيه واللي هو الكاتب واللي حاش تعرفون اللي هو رايتنج بلوك اللي هو السن ما يقدر يكتب شيء، فراح تشوفون بهالروايه وهو يكتب روايته، فيس راح تكون روايه داخل روايه. الشخصيه الرئيسيه مو قاعد اقول لكم هو يكتب عن الروايه، فهي يكتبها عندنا شخصيته الرئيسيه اللي هو اسمها عزار ابن ازرق، اتوقع اني قاعد اقول اسمه غلط. فهو مني راح تشوفون انه هو يكمل شغله يكتب روايته مالته، وراح تعرفون شنو قصه شخصيته الرئيسيه اللي موجوده داخل هذه الروايه، وهل راح يخلص يقدر يكتب الروايه اساسا ولا لا. يعني انتم مين فوكس راح تكون عن الروايه اللي وسن جاي يكتبها، نفس سالفه انه شلون فران ومحصن شلون شي كان يروح حق اكثر من مسار، بس مني احس شويه المسار مضبب اكثر من فران ومحصن، لانه راح يصير فيكم انه at some point you will like شي، راح تبدون تقرون الصفحة اللي قبلها عشان تفهمون. يعني ما والله this رواية أنا أدري إن راح تكون صعبة إني أتكلم عنها على كثر ما إني أحبها، find it hard for me to talk about it، عرفتها؟ بس صدقوني إن كل ما قريته أكثر راح أشياء راح تصير أوضح لكم أكثر. جيت بختار لكم اقتباس، يعني هذا مثلا أوكي هذا الشيء أنا أحبه اللي هو يقول لكنه شأن كل شيء ليس لنا يد في حدوثه أو تجنبه، أحداث يقررها مجهول فينا ومنا وحوادث تصنعها الصدفة في يقظتنا وكلها أشياء بلا معنى. Okay, I didn't thought that this video راح يكون وايد شيء قصير وسريع. I tried my best إني أتكلم عنهم وايد. بس الحين وصلنا حق آخر رواية. مش actually read it this year. أنا مفروض إني أكون قريتها من زمان، بس تعرفون اللي كان في صار فيني إن أوكي هذه الرواية وايد قصيرة و I know I will finish it إن بيوم واحد، يعني هي صدرت أتوقع بمعرض كتاب السنة اللي طافت شهر 11، إن ما أدري ليش نطرت كل هذا الوقت إن عشان أقرأها. ألا وهي رواية نقى صالحة، يعني إذا بنقارن بين كل الأشياء اللي هو كتبها وني حق هذا الشيء it's like the most like شيء وايد صغيرة، like تعرفون اللي أنا الحين إذا كنت كنت ماسكة فرانة محصصة قلب بامبوشي كبار وأنتي actually don't mind، لأن الشيء هذا مثلا الحجم حسيت ان الصج ما ياثر. يعني لما نتكلم عن احداث الروايه عندنا الاحداث تقع بالخليج نقول ب 1900 وشيء، يعني وايد من زمان، يعني لما كانت الخليج نقول صحراء وما فيها دول شيء كالحين. الاحداث راح تكون على قولتهم من اكثر من وجهه نظر، اللي عندنا صالح وصالحه ودخيل واللي هو شخصياتنا الرئيسيه، يعني نوعا ما يعني الاحداث تدور مدار على هالشخصيات والشي الناس اللي دار مدارهم واهلهم. صدق ان القصه وايد بسيطه، بس ذا فاكت ذات ان الشخصيات رد عليه شعور اللي حسيتهم انه بيوم من الايام هم اساسا كانوا صدق موجودين وهذا الشيء صدق صار. اوكي انا كنت بحاول اختار لكم اقتباس بدون لا احرق لكم عليكم ولا شيء، بس ان كل الاقتباسات مرتبطه حيل حيل بالاحداث والشخصيات. اذا بتسالوني يعني مثلا نقول اي روايه تحسون ان ابيكم تبدون فيها،
احس شيء ناقص صالحه اتس اكشلي ا جود ستارت، لانه راح تكون شيء قصير وما راح يكون عندنا شيء اشياء وايد معقده فيه، عرفتوا؟ بس بدون مثلا يقول تسجيل مرايه او اي شيء ثاني فيها ما راح تفرق، لان ذا فاكت ذات ان كل روايه يعني لا شيء العالم بروحه يعني ودن افكت لك تجربتكم، يعني سواء بديتوا باول كتاب كتبه ولا اخر شيء. وصلنا حق نهايه الفيديو، احس لك ام سو هابي اباوت ذا فاكت ذات ان انا صرنا اخيرا قررت اني اسوي هذا الفيديو. انا كنت وايد مسطعه عليه، بس تعرفون تستسن ذا فاكت ذات ان افكر باسم حق الفقره، يعني بحاول شيء اطلع اسم كرييتيف او شيء، بس انه للأسف ما طلع معي شيء. الحين بتشوف منو الكاتب الثاني. I think it will take more time لأنه ما في كاتب ببالي مثل إن أنا قريت له كتب وايد. لين الفيديو الثاني يعني عشان الفقرة هذه. أحاول أشوف يعني الكتاب اللي أنا صدق أبي أتكلم عنهم وإنه وكتبهم صدق إنه عاجبين. صدق أبي تغيين في واحد هذه الفقرة، يعني هل راح تحسون إنه راح تكون حلوة حق المدى البعيد، أو إنه أنا حسيت إنها يمكن راح تكون حلوه بليك احس راح تاخذ وقت بليك. قولوا لي يعني عن كتب روايه مثلا سنوسي اذا قريتوا له شنو اكثر واحده تحبونها، او انتم خلطين تقرون له شنو تبون تقرونها. فور مي شوفوا حرفيا كلهم انا احبهم، بس ليك ات ذا توب اللي على العرش راح تكون فعلا محصله. اوكي سو از اولويز ثانك يو فور واتشينج، وان شاء الله اشوفكم في الفيديوهات الجايه. مش تطلع كمل على الفقره هذه.